الظروف اللي استعدينا فيها، الاجواء اللي خدمنا فيها، كذلك المعرفه ديالنا بالخصم وكيفاش اشتغلنا طيله الاسبوع وشفنا انه فريق الفتح الرياضي من اقل الفرق اللي كتخلق فرص، كذلك من اقوى الفرق اللي يمكن تخلق امامها فرص. اللاعب دائما ما يكون متمركز وسط الميدان، وإلا خلال المباراة فتياخذوها على المرتدات ولا الكرة الثابتة. دونك كانت عندنا صورة على الخصم واضحة جدا، اشتغلنا باش نقفلوا كاع لي سيركوي اللي عندهم، وكذلك باش نمشيو من المساحات اللي شفناها في الاناليز فيديو انه ممكن نسجلوا منها. ثلاث اسبوع اشتغلنا وجدنا الماتش بدينا، فتنظن انه خطا نقول شي وارد لانه ما خصوش يكون، لانه وصلنا لواحد المرحله اللي ما بقاش خصنا نخطئوا ونستقبلوا اهداف بسذاجه. فتنظن انه اليوم الاهداف اللي استقبلناها ساهمنا فيها احنا بشكل كثير اكثر ما ساهم فيها فريق الفتح الرباطي، وهذا اللي ما نقبلوش، لانه ما يمكنش نوصل لدورة 12 ومازال ترتكبوا اخطاء بهذا المستوى اللي تخلي انه مباريات نكونوا خصنا نكونوا متحكمين فيها ونفوزوا فيها ونوليو منهزمين. هذا السيناريو اللي كان عاشو الفريق ما بغيناش غادي نبقاو نعيشوه، لانه عشنا المباراة الماضية امام الرجاء البيضاوي ساهمنا بشكل كبير في الاهداف رغم القوة ديال فريق الرجاء، اليوم كذلك ساهمنا بشكل كبير في الاهداف اللي تسجلت ضدنا، وحنا الخصم عمره ما تيسهل علينا الامور عمره ما تيعطينا نسجلوا، فكنتعذبوا باش نسجلوا اهداف. دونك المباراة بدات تحكمنا في الكرة، فرضنا على فريق الفتح الرباطي انه يتراجع للوراء، جاء هدف في الدقيقة 12 اللي ما كناش كنتهضروا نهائيا، لانه ما خصوش حتى نهضر بهذه الحلقة، لانه هذا الشيء كله اللي تنقولوا شفناه حنا طيلة الاسبوع شفناه وخدمناه، فما نقبلوش انه يكون. استقبلنا هدف بهذيك الطريقة اللي خلى انه فريق الفتح الرباطي يتيق اكثر، رجع للوراء، كانت عندنا الكرة حاولنا انه نديروا محاولات، ولكن كثافة العددية اللي كانت في خط الدفاع فخلات انه دائما ما تكونش ديك الخطوره اللي بغينا. قدرنا نسجلوا هدف في اخر دقائق من الشوط الاول اللي خلانا ندخلوا للفيستير، زعما بواحد عطانا حافز انه يكون عندنا تصور اخر للشوط الثاني. في الشوط الثاني بدينا كيف سالينا الشوط الاول متحكمين في الكره، مي عاود تجي كره اللي ما مقبولاش نهائيا في هذا المستوى هذا انه تسجل علينا بهذيك الطريقه، ما مقبولاش، انا شخصيا ما قبلتهاش، حتى اللاعبين ما قبلوهاش على راسهم. تسجل هدف اللي عاود صعب علينا ثاني المباراه، خصوصا كي قلت لكم تتلعب مع فريق اللي من اقل الفروق اللي تتخلق امامهم فرص، وهذو دي ستاتيستيك اللي كاينين، فكان الطبيعي انهم غادي يغلقوا. اللي ما مقبولش مره اخرى هو لونتيجو، هو تضييع الوقت، هو فريق الفتح الرباطي فريق كبير، تنظر انه هو في غنى على هذه السلوكات هذه، انه يضيع الوقت، انه اللاعبين يسبقوا، فتنظر انه هما في غنى على هذا الشيء هذا، لانه عندهم الامكانيات اللي يخلوهم يخرجوا يلعبوا الكره وينافسوا. دونك غنبقى دائما نقول لك انه الهزيمه ما مقبولش نهائيا. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.